أعتقد أننا سنتحدث عن خبر آخر الآن يتعلق بمحافظ القاهرة، حيث كشف الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة عن تخصيص المحافظة لمجموعة من الأشخاص لمساعدة الناخبين في التعرف على لجان الاستفتاء وتسهيل مهمة التصويت. وأوضح السعيد أن المحافظة وضعت خطة لمساعدة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، وستوفر سيارات لنقل الناخبين الذين يريدون الذهاب إلى اللجان ولا يستطيعون، مثل كبار السن مثلا والمرضى. وأشار إلى إعطاء الموظفين بهيئة النقل العام ساعة راحة أو أكثر حتى يتمكنوا من الذهاب للاستفتاء. ومعي الآن الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، ونتحدث بمزيد من التفصيل معك دكتور جلال حول إجراءات تسيير وتيسير عملية الإدلاء بالأصوات في هذا الاستفتاء. تفضل لو لديك تفاصيل أكثر. اهلا يا استاذ نوران، تحياتي لسيادتك لكل الساده المشاهدين، وكل سنه وهم جميعا بخير بمناسبه المولد النبوي الشريف. وانت بألف خير. طبعا مصر كلها بتستعد بقى غدا ان شاء الله للخروج للاستفتاء على الدستور الجديد، واحنا طبعا في محافظه القاهره العاصمه اللي احنا طبعا حاسين انه يعني كل الانظار هتبقى متوجهة إلى القاهرة وإلى جمهورية مصر العربية في الفترة اليومين المهمين القادمين. فإحنا من ناحيتنا طبعا بقالنا مدة بنستعد للاستفتاء، ما عندنا قوة تصويتية كبيرة جدا في محافظة القاهرة، يعني تصل إلى حوالي 8 مليون لما نضيف لها الأعداد المتوقعة من الوافدين، يعني حوالي 15% من الكتلة التصويتية، وبالتالي ده يحتاج عمل كبير. إحنا بالفعل يعني في خطوات متعددة كنا نرتب جهاز الانتخابات، لكن يمكن آخرها نحن كنا من يومين عقدنا اجتماع موسع قائد قوات التأمين من القوات المسلحة. طيب يعني أعتذر عن المقاطعة دكتور جلال السعيد، نخرج إلى فاصل لأذان المغرب. أهلا بكم من جديد، وقبل الفاصل كان معنا محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد. أهلا بك دكتور جلال مرة أخرى، وشكرا على طولة بالك علينا. كنا بنتحدث إذن قبل الفاصل عن استعدادات محافظة القاهرة للاستفتاء غدا وبعد غد، حجم الإقبال اللي بتتوقعه دكتور جلال. دكتور جلال السعيد سمعني؟ الو، ايوه دكتور جلال، كنت بسال عن حجم الاقبال الذي تتوقعه غدا في على الاستفتاء. والله انا ان شاء الله باذن الله، انا اعتقد ان المصريين كلهم مقدرين المهمه الكبيره الملقاه على عاتقهم جميعا. احنا بنتكلم على لحظه فارقه في تاريخ مصر، وبنتكلم على خروج كبير حصل في 30 يونيو، وان ده محتاج ان يترجم فعليا على ارض الواقع في هذا الدستور الجديد بشكل مؤسسي. فانا توقعاتي ان شاء الله باذن الله ان بكره يبقى الحضور لن يقل عن 80% ان شاء الله. طيب يعني دعني اسالك دكتور جلال، بعيدا عن الاستفتاء الى حد ما، يعني كان في تصريحات لك بانه من منتصف فبراير سيتم ادخال 50 اتوبيس جديد في الخدمه كل اسبوع في القاهره، طبعا لحل مشكله الزحام، وهي مشكله واضحه للجميع، ولكن يعني هل تستوعب الطرق في مصر هذا الضخ، يعني 50 اتوبيس كل اسبوع، ام هتحصل عملية إحلال وإبدال؟ لا، هو الأتوبيسات اللي أنا بتكلم عليها دي أتوبيسات جديدة بالإضافة إلى الأسطول الحالي، وهو الغرض من ذلك هو حل مشكلة الزحام في القاهرة. أي أتوبيس جديد بيعمل لو بيركب فيه 100 شخص، ده معناها إن احنا بنشيل من على الشبكة 60 عربية في مقابل الأتوبيس اللي بيشيل 100 مواطن. فالنقل العام عموما في المدن الكبرى والقاهره على راسها هو الحل الوحيد لمواجهه قضايا المرور اللي موجوده في الشارع. فاحنا الخطه بتاعتنا ان شاء الله انه خلال 4-5 شهور هنضيف الى اسطول النقل العام ما قيمته ما يعادل كل الاسطول الذي تم شراؤه في ال20 سنه الماضيه.
طيب في أي يعني أي مرحلة، المرحلة الأولى أي طرق ستشملها نتوقع هذه المركبات في أي خطوط؟ لا احنا طبعا الأول هنزود نحسن مستوى الخدمة في المسارات الحالية، ثم إن شاء الله هنضيف بقى مسارات جديدة. عاوزين نربط المدن الجديدة بالقاهرة، وعاوزين نمتد بالخدمات لمناطق لا تصلها خدمة النقل العام على أطراف القاهرة في الوقت الحالي. طبعا مترو الأنفاق، الخط الثالث لمترو الأنفاق يتوقع أيضا أن ينتهي في 30 أبريل تقريبا، صح؟ بالضبط. بالضبط كده، ده وزارة النقل مشكورة هي بتنتهي من هذا العمل دلوقتي، الهيئة القومية للأنفاق، والموعد المخطط حتى هذا الوقت هو 30 أبريل القادم، وده هيبقى إضافة جميلة جدا لمحافظة القاهرة، لأنه هيشيل تقريبا حوالي 750 ألف إلى مليون مواطن في اليوم في تحت الأرض، مما أيضا يخفف العبء على شبكة الطرق. طبعا يعني بالتوازي إذن مع خطوط الأتوبيسات أيضا الجديدة، يتوقع أن تشهد أو نأمل في أن نشهد تحسنا في الأزمات المرورية اليومية في العاصمة في مصر. شكرا لك دكتور جلال السعيد محافظ القاهرة إذن كان معنا.